دايالوج هو عنوان المعرض الفني التشكيلي المشترك الذي نظمه النادي الثقافي العربي بالشارقة مساء الأمس لكل من الكاتب والفنان التشكيلي الدكتور عمر عبد العزيز والفنان التشكيلي والخطاط خليفة الشيمي، اللذان يقدمان لعشاق الفنون البصرية التشكيلية تجربتين بصريتين تميزت بالخصوصية واعتماد الحوار الثنائي مقابل الحوارات الذاتية الباحثة عن المقترحات الفنية الجديدة في عصر تتقارب فيه الثقافات والفنون. الميزة الجميلة في هذا المعرض بالتحديد كون أن هذا المعرض فيه دمج كبير بين مجموعة من يعني التكوينات المختلفة في الحقيقة للأعمال الفنية، نشوف بعض الامتزاج الثقافي أو الفني في أعمال الدكتور عمر عبد العزيز، وبالتحديد في الأعمال نشوف الانطباعية والتعبيرية في الأعمال اللي يعني في الحقيقة أنتجها الدكتور عمر عبد العزيز في هذا المعرض. في التقدير العام إنه يعني العمل الفني يعني يمكن تمييزه، هذا حروفي وهذا عمل له علاقة بالمنظر الطبيعي، لكن في الأخير هي أعمال فنية تشكيلية بينها تواشج وتمازج كبير. 24 لوحة فنية تشكيلية تمازجت بتبيناتها الفنية، إذا اعتمد الدكتور عمر عبد العزيز الجمل البصرية الجامعة بين الفنون الانطباعية والتجريدات المفاهيمية بانزياحاتها الحدثوية، وليقدم بالمقابل الفنان والخطاط خليفة الشيمي تأصيلاته الحروفية المتمازجة مع التجريدات الحدثية. أول شيء كان يشد الانتباه إنه كيف في مدرستين مختلفتين تماماً، كل واحد له اتجاهه، إن كان المدرسة الانطباعية والكلاسيكية يلي بتشتهر فيها الدكتور عمر عبد العزيز، أو الفنون الإسلامية والحروفيات يلي بيمشي وراها الأستاذ خليفة وهو أبرع من عمل حروفيات وفنون إسلامية. شدني هالتباين يلي بين الاتجاهين، وحبيت إجي شوف شو نقاط الاختلاف والالتقاء. جداً جميل ورائع، والخط العربي من الخطوط الجذابة لكل العالم الأوروبي الأجنبي والعربي، فما شاء الله شيء جدا منظم والترتيب وعلى يعني على درجة جدا عالية. المعرض الفني البصري التشكيلي ديالوج إبداعات فنية تسعى بجملها ورسائلها البصرية لتجسير العلاقة بين المستويات والأشكال الفنية البصرية. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات، وللحديث أكثر حول معرض ديالوج الذي يحتضنه النادي الثقافي العربي بالشارقة يسعدنا أن نرحب بالناقد والفنان التشكيلي الدكتور عمر عبد العزيز، وهو رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي، والفنان التشكيلي والخطاط خليفة الشيمي. مساء الخير، حياكم الله معانا. أهلا وسهلا. أهلا بك. الله يسلمكم يا مرحبا. يعني أبتدي معاك دكتور، تضمن هذا المعرض العديد من اللوحات اللي تعكس جماليات فن التشكيلي والخط العربي، حدثنا عنها ولماذا بالتحديد ديالوج دكتور؟ نعم، المسمى له علاقة بوجود فنانين اثنين متشاركين في هذا المعرض، والديالوج يعني حوار ثنائي في حقيقة الأمر، وهذا الحوار الثنائي له استتباعات ليس فقط بين فنانين لكل الأسلوب الخاص في تقديم أعماله الفنية، ولكن أيضا أن كل فنان من هؤلاء الاثنين حاول أن يمازج بين الأصالة والمعاصرة، أي بين المؤسسة البعد الأكاديمي المدرسي الإسكولائي للفن التشكيلي والبعد المتعلق بالحداثة. وطبعا لذلك أزعم أن كل واحد من هذين الفنانين أنا والأستاذ خليفة حاولنا أن نقدم بعدين في آن واحد، البعد المتعلق على سبيل المثال فيما يتعلق بالخط العربي، الخط العربي واستتباعات الحروفية وكيف يمكن أن يفيض بالذهاب إلى مساحة التجريد أو منطقة التجريد التي تقدم قيمة بصرية مجردة. صحيح. بالمعنى الواسع. فيما يتعلق أيضا بالأعمال التشخيصية أو التصويرية التي قدمتها أنا، هي أعمال استندت إلى حد كبير على المدرسية التاريخية المتعارف عليها في المدرسة الانطباعية على وجه التحديد، ولكنها أيضا حاولت أن تنزاح بالتجريد قدما وخطوة إلى الأمام. وبالتالي فنحن عندما نتحدث عن الديالوج هنا فكأنما نتحدث عن حوار الأنا مع ذاته الفنان، ونتحدث أيضا في نفس الوقت عن حوار الثنائي بين الفنانين. والحقيقة أن هذه أسئلة
وجوبية في الزمن التشكيل العربي. نحن في التشكيل العربي أمامنا موروث كبير جدا وتراث عظيم، وهذا التراث العظيم يجد نفسه في حالة تماس مع ما هو عصري مع ما هو متغير، وبالتالي فإنما يمكن أن نجليه وأن نجدد هذا التراث بروحية قائمة على استنفاذ قيم التراث نفسها بالانفتاح أيضا على ما يجري في العالم. صحيح، هذه هي فكرة الديالوج. جميل. طيب يعني أستاذ خليفة كفنان وكخطاط تشكيلي، حدثنا عن التعاون فيما بينكم وما بين النادي الثقافي العربي. في الواقع أنا مسؤول الفعاليات والمعارض الفنية في النادي الثقافي العربي. جميل. وجاءت فكرة إقامة معرض مشترك بيني وبين الدكتور عمر عبد العزيز. في لحظات هو له خط معين وجانب معين من التشكيل ومن تجسيد الطبيعة وانعكاس لتصورات معينة يملكها، بالتالي أنا قدمت الجانب الذي يخصني وهو الحرفية التي أعمل عليها من زمن طويل يزيد عن 40 عاما تقريبا، ما شاء الله. وبالإضافة لاستخدام كل الخطوط العربية في الحروفية وفي التشكيل، هنا اخترت المغيث ابن الحسين ابن منصور الحلاج، اخترت الخط الديواني تحديدا ليكون متماشيا مع التمازج الفني واللوني الذي قدمته في 12 عملا. جميل. احنا نشاهد من خلال اللقطات التي تعرض جانب من افتتاح هذا المعرض واللوحات كذلك المعروضة في هذا المعرض، ما علمته بأن صاحب هذا المعرض الفني جلسة حوارية، لو تحدثونا عن أبرز ما دار في هذا في هذه الجلسة. في الحقيقة نحن لدينا تقليد مستمر في النادي الثقافي العربي يتعلق بالمعارض الفنية على وجه التحديد، وفي كل المعارض الفنية نحاول أن نقدم إضاءة على هذه المعارض من خلال مجموعة من الفنانين والنقاد الذين يحضرون والذين يتحاورون. وكان الحوار يصب في هذا المجرى، في مجرى ما تكلمنا عنه في البداية، وهو لماذا الديالوج، ماذا يعني الحوار الثنائي، وهذه الثنائية هل تقف عند حد فنانين ولا عند كل فنان على حدة، وما معنى التعددية في الفن، وما معنى الاستيليستيكا أو الأسلوبية عند كل فنان من الفنانين، وما هي طبيعة التحديات التي يواجهها الفن التشكيلي العربي في هذا الزمن، وهي تحديات لها بعدين، بعد تاريخي تراثي له علاقة بكيفية استجلاء كوامن التراث التي ما زلنا نحفر فيها إلى هذه اللحظة، كما هو الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بفضاء الحروفية في الزخرفة، فضاء الحروفية في النمنمة، في الرقش، في النقش، في الأشياء الفنون الشعبية المختلفة، وأيضا فيما يتعلق بعلاقتنا بالمدرسة الأوروبية، وهي مدرسة أوروبية مهمة جدا، كلنا متأثرين بالمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية وحتى التأثيرية، ولكن هنالك أيضا فنون آسيوية نحن بحاجة إلى أن نتعرف عليها عن كثب، وتبعا لذلك كل ما يجري من تداولات في منتديات النادي الثقافي العربي على هامش المعارض التشكيلية يصب في هذا المجرى. المهم بالنسبة لنا ليس تقديم أيقونات جميلة فقط، ولكن تقديم أسئلة ومحاولة الإجابة على هذه الأسئلة، أيضا محاولة الانزياح بالمألوف نحو غير المألوف شيئا ما، يعني محاولة تحديث وتجديد الأسلوبية المتعلقة بهذا النمط أو ذاك من الفنون. ولهذا السبب في هذه الثنائية الديالوجية أو الحوارية التي تمت، حاولت أنا عن ذات نفسي أن أقوم بإنزياح معين نحو شكل من أشكال التجريد الذي يفتح الباب للرمزية الفنية، والأستاذ خليفة حاول أيضا أن يجسر العلاقة بين التجريد والحروفية العربية، وهذا أمر مهم، وتبعا لذلك استخدم الهارموني أو التناغم اللوني من جهة، كما استخدم أيضا النصوص التي ليست مألوفة، نصوص الحلاج ليست مألوفة عند الكثيرين، ربما المتنبي مألوف، ربما كثير من النصوص الحكمية العربية التاريخية مألوفة، لكن هذه النصوص فيها نوع من التغميض الشفيف إنجاز التعبير، التي تساعد على تحريك ذهن الفنان من جهة وتحريك المتلقين من جهة أخرى. فهذا ما نفعله في النادي، أحاول أن نؤمن بيئة تفاعل فكري ونظري وذوقي في نفس الوقت. جميل جدا. طيب يعني أستاذ خليفة، انتقاء الكلمة أو الجمل بحد ذاتها لتكوين عمل فني
هو يعتبر فن كذلك بحد ذاته، صحيح؟ نعم صحيح. يعني صحيح. كيف تم اختيار هذه الكلمات وهذه الجمل لتكوين الأعمال الفنية لتتوائم مع حتى شعار هذا المعرض ديالوج؟ الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع أنا عملت كثيرا من قبل على الأشعار المتنبي أبو الطيب المتنبي وغيره من العديدين، ولكن في هذه المرة جعلت نوعا من التحدي أن أدخل في دهاليز الحلاج، فقرأت ديوانه مرتين تقريبا وانتقيت من البعض، راجعت هذه النصوص مع الدكتور عمر فأفادني بالنسخة أصلية من ديوان الحلاج، لأن النسخ المطبوعة تكاد تكون بها أخطاء وبها بعض المغلوطات التي لا أعلم مقصودة أو غير مقصودة، ولكن انتقينا من النصوص الأصلية، وبمراجعتها قدمت هذه الأعمال في نظرة فنية لونية، بعد لوني، فضاء كثيف من الألوان الباهتة والألوان الحارة، ودخلت في خط الديواني الذي ساعدني كثيرا على إخراج هذا العمل. كم خذت تقريبا هذه الأعمال من الوقت لإنجازها؟ أنجزت 12 لوحة في تقريبا 6 أيام. ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور، يعني هناك أدوات حرفية مهنية تم استخدامها في هذه اللوحات كما هو ملاحظ عندما شاهدنا هذه اللوحات في اللقطات والتي سنشاهدها مجددا، يعني ما هي المواد المستخدمة في صنع هذه اللوحات؟ هذه اللوحات كلها مرسومة، ليست رقمية، بمعنى آخر ليست لوحات تستخدم الوسائط الاجتماعية للإنتاج كما يمكن أن يحصل الآن بكل كفاءة وبكل بساطة، لكنها تستخدم الأدوات الكلاسيكية المتعارف عليها، الألوان الزيتية، الألوان الإكريليك، الألوان المائية، ممازجة الألوان، الفرش، أحيانا استخدام بعض الوسائط الأخرى، بمعنى آخر أنه في نهاية المطاف هي أعمال مؤسسة على استخدام الأدوات التي تعرفنا عليها تاريخيا في الفن التشكيلي، لكن هذا لا يمنع بحال من الأحوال القول بأن هنالك أيضا إمكانية لإنتاج رقمي في الأعمال الفنية البصرية، وهذه مرحلة ومسألة بحاجة إلى نظر إلى حد كبير جدا، لأن هذه الرقميات لها وعليها كما يقال، لها من زاوية أنه فيها ابتكار وفيها اختراع، وعليها من زاوية أنه ممكن أن تحل الأداء إلى حد كبير محل الفنان. طيب. في بعض الحالات. طيب. ولهذا السبب نحن حرصنا على أن نقدم النمط التقليدي المتعارف عليه في إنتاج الأعمال الفنية، ولكن مع شيء من المغايرة، يعني أنا على سبيل المثال الأعمال الأجد حاولت أني أشتغل فيها بروحية الزيت على الألوان المائية وبروحية الألوان المائية على الألوان الزيتية، بالتالي محاولة ابتكار أو البحث عن طريقة جديدة في التعبير أو أسلوب جديد في التعبير أو كيفية معينة في التحكم باللوحة. صحيح. وهكذا. طيب يعني دكتور عمر، ما هي قصة الدكتور عمر مع الفن التشكيلي وكيف ساهم في توظيف الكتابة في هذه الأعمال؟ والله هذا سؤال كبير إلى حد كبير جدا. الحقيقة أنا أعتبر أن الكتابة والفن والأدب وكل أنواع الفنون في نهاية المطاف تنتظم في إطار ما يمكن أن يسمى بعلم جمال الشكل وعلم جمال المضمون، بمعنى آخر أن النواظم الكبرى للأعمال الفنية المختلفة سواء كانت تشكيلية أو فوتوغرافية أو موسيقية أو أدبية هي واحدة، هنالك قوانين ناظمة لهذه الأشياء. هذه القوانين نسميها التكوين، نسميها البلاغة، نسميها المجاز، نسميها التباينات الحميدة، نسميها التعبيرية الصاعقة وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء موجودة في حقيقة الأمر في مختلف أنواع النصوص، ولهذا السبب يمكن أن يرسم الإنسان بالضوء عبر الكاميرا، ويمكن أن يرسم الإنسان بالكلمة عبر الأدب، هنالك شواهد لا أول لها ولا آخر، ويمكن أيضا أن تكون هنالك غنائية بصرية في اللوحة الصامتة، ويمكن أن يكون هنالك صخب في الموسيقى أكثر من التناغم الهارموني إنجاز التعبير. وبالتالي أنا أعتقد أنه شاءت الأقدار بالنسبة لي على المستوى الشخصي أن أخوض في معترك الفكر والأدب والفن التشكيلي منذ الطفولة المبكرة، وبالتالي وجدت أن
كل هذه المسائل تنتظم في إطار فصوص واحدة، في إطار قوانين داخلية واحدة محركة لكل هذه الأشياء. صحيح. وفي الحقيقة الفنان الحقيقي في مجال من المجالات إن لم يكن مطلعا ولو بالمعنى الذوقي للكلمة على بقية الفنون لا يستطيع أن يقدم شيء متميز في هذا الحقل. إذا كان مسرحي على سبيل المثال إن لم يكن عليما بالسينما، وإن لم يكن عليما بالسرديات، وإن لم يكن عليما بالشعرية النصية، صحيح، لن يقدم مسرح متميز. صحيح. وهكذا دواليك. صحيح. طيب أستاذ خليفة، يعني ما أهمية تواجد الفنان التشكيلي في مثل هذه المعارض؟ ما مدى تأثير ذلك ومردود مثل هذه المشاركات على الصعيد الشخصي لهذا الفنان أو حتى على صعيد المعارض بشكل عام؟ نحن في النادي الثقافي العربي اعتدنا من وقت إلى آخر على استقطاب العديد من الفنانين ذوي الخبرة وذوي الكفاءة وأصحاب الأسماء اللامعة في الريادة في الفنون التشكيلية والخط العربي، وعزمنا على أننا نقدم هؤلاء الفنانين تباعا بأعمالهم المتميزة وعرضها على الجمهور بكافة أطيافه. فتبعا لذلك حدث نوع من التحدي، فكل زائر للمعرض أراد أن يكون هو الشخص الثاني أو الشخص التالي، وهم فنانين كلهم أو رواد فنون معروفين، فننتقي منهم العديد من المتميزين في الحقيقة. يعني تأثير هذا الشيء، نحن نقدم رسالة ومن هذه الرسالة تأتي النتيجة. صحيح. لا شك دكتور بأن النادي الثقافي العربي يحرص على إبراز مواهب الفنانين بما يساهم في استمرار الحراك الفني الثقافي في إمارة الشارقة، فلو تحدثنا عن هذا الدعم الكبير الذي يقدم في سبيل تحقيق هذا الهدف. الحقيقة أن النادي الثقافي العربي كغيره من الروافد الكبرى في الثقافة الشارقية الكبيرة محكوم إلى حد كبير جدا بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، الذي لا يقدم الرؤية والتوجيه والعناية والمتابعة فقط، ولكنه أيضا يحرص على اجتراح كثير من المآثر وكثير من المقترحات الإيجابية. ولهذا السبب جاء النادي الثقافي العربي تأسيسا منذ عقود من الزمن بتوجيه كريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، ثم رعايته وضخ الأسباب الحقيقية للنماء الثقافي وللتفاعلية الثقافية. ولهذا السبب أنا أستطيع القول بأن النادي الثقافي العربي هو رافد من سلسلة من الروافد الكبرى في الثقافة في الشارقة، وهذه سلسلة من الروافد استطاعت أن تؤمن حواضن حقيقية وبيئة تخصيب وتفاعل على المستوى المحلي والعربي والدولي حتى على كل المستويات. ومن هنا نستطيع القول أننا نتمثل هذه المسألة عمليا، لأننا أدركنا قيمة هذا الخيار والاختيار، وأدركنا في نفس الوقت النتائج المباشرة لهذا الفعل. ولهذا السبب الشارقة كانت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للثقافة الإنسانية وعاصمة للثقافة الإسلامية، وما زالت مستمرة في إطار هذا النوع من الاستثناء المبهر في الزمن الثقافي العربي، استثناء حقيقي مبهر في الزمن الثقافي العربي. ولهذا السبب أنا أعتقد أن النادي الثقافي العربي هو واحة من الواحات، هو حاضرة من الحواضن، وبالتالي نحاول قدر ما نستطيع أن نخلق هذه البيئة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التصاعد في الأداء وإلى التصاعد في العطاء وإلى تنمية القيم الذوقية والروحية والمعنوية والأخلاقية والتربوية عند الذين يرتادون النادي أو الذين هم منخرطون في الزمن الثقافي الذي جاء بإرادة واعية وبرؤية حكيمة وسديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. نعم صحيح. طيب يعني أستاذ خليفة، كيف ترى واقع الخط العربي في يومنا هذا، يعني رغم كذلك التطورات الرقمية ومواكبة هذه التطورات، لأنه كيف لنا أن نحافظ على هذا الخط وجودة هذا الخط وجمالية هذا الخط؟ لا زال الخط العربي بكيانه القديم الذي تعلمنا عليه منذ سنوات طويلة، ونحن استمرار لعقود قديمة وأساتذة قدامة رحلوا عن عالمنا، ولكن إلى هذه اللحظة أستطيع أن أقول لا زال
الخط العربي يمتلك المكانة القوية وأقوى بكثير بكثير من الأمور الرقمية التي دخل منها الحاسوب وما إلى غير ذلك، والأمور الرقمية وما يسمى بالديجيتال أو غير ذلك. ولكن إلى الآن تجد طلاب الخط العربي وتجد تلاميذ الخط العربي ومحبي الخط العربي يستخدمون الأدوات الأصيلة من أقلام ومن أحبار ومن أوراق، ومن يتولى هذه الأمور هم أساتذة متخصصون، ونحن نقدم دائما الدعم لمن يرغب. صحيح. لمن يرغب بلا مقابل وبلا حدود، فمن يرغب دائما ندعو في كل مكان لهذا. جميل جدا. طيب دكتور، يعني هناك البعض في الحقيقة ممن يمتلك الموهبة ولكن يتذرع بربما عدم وجود الوقت الكافي لتنمية هذه الموهبة، لصقل هذه الموهبة. اليوم ربما أنت مثال فنان تشكيلي، مدير إدارة دراسات والنشر بدارة الثقافة، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي. ما هي النصيحة التي توجهها لهذه الفئة التي لديها هذه الموهبة ولكن لم تسعى لتنميتها ولم تسعى لصقلها ولم تسعى إلى تطور هذه الموهبة؟ أنا أؤمن إيمان منقطع النظير بأن كثيرين عندهم محركات داخلية إيجابية، لكن هذه المحركات الداخلية الإيجابية أو اللاشعورية إذا استخدمنا لغة علم النفس، هذه بحاجة إلى انبثاقة، بحاجة إلى أن تنبثق، وبحاجة إلى أن يلمس الإنسان ثمار العمل الجديد وثمار العطاء وثمار المنجز. ولهذا السبب البعض يتأخر في إنجاز هذا العمل، البعض يتأخر، البعض يتكاسل، البعض تستهويه تفاصيل الحياتية اليومية التي تستهلك جزء كبير من وقته. لكن في نهاية المطاف إذا كان هذا المحرك نشطا وحيويا في داخل الإنسان، فإنه في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يكون صحيح معادل للمتغير، جاز التعبير، المتغير الذي يجعله منه إنسانا فاعلا وحيويا وقابلا. ولكن أيضا مسؤولية جماعية، مسؤوليتنا المشتركة هي أن نتضافر فيما يتعلق بإظهار هذا المضمر الخطير. أكيد. والمهم. صحيح. هذا المضمر الذي ينبغي أن يخرج وينبثق. صحيح. وبالتالي كلما كانت البيئة إيجابية وكلما كانت الحواضن الثقافية والمعرفية واسعة وكلما صحيح كان هناك تفاعلية بين الناس. نعم. هذا يساعد إلى حد كبير جدا على استجلاء الكوامن التي أسلفت ذكرها. لا شك لا شك. أنا كذلك بدوري أشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بالحضور معنا اليوم، متمنيا لكم التوفيق إن شاء الله في تنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالنادي الثقافي العربي. شكرا دكتور عمر، شكرا أستاذ خليفة مع حفظ الألقاب. إلى أن نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أشكركم مرة شكرا أخرى. شكرا. إذن وصلنا للختام مشاهدين الكرام، دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء.